لا احنا شفنا موضوع الكريات، بدنا ناخذ مثال الريد لانه بسيط حيكون، وبدنا نشوف كيف لو بدنا ننسق الصفحة هذه باستخدام قوالب مثلا احنا ممكن نستخدمها. بس احنا في المرحلة حنستخدم قالب، حنفترض ان احنا بنصمم من عندنا، حنستخدم مكتبة البوت ستراب زي ما اتفقنا. فحيبدأ بموضوع انه انا بدي اعمل الريد، انا بدي مثلا الكاتيجوريز هذه انا خزنتها بدي اعرضها على الصفحة، تمام اشوفها. فاحنا الان بدنا نعمل اكشن وراوت، وظيفته انه على ما اطلبه يعرض لي شو الكاتيجوريز اللي تم اضافتها عندي في الداتابيز. فممكن نبدا من جزئيه الراوت، نعرف راوت بطريقه الجيت، لانه انا بدي اقرا داتا، دائما لما بدنا نقرا داتا في الغالب جيت ميثود، تمام. فممكن نضيفه في اي مكان ترتيبه. موضوع ترتيب الراوت مهم، هحكي عنه يعني في بعض الأمثلة هنمر عليها، هتلاقوا إنه مكان تعريف الراوت ممكن يأثر، ممكن يصير الراوت not found أو يعرض شغلة مش اللي أنا بدي إياها. بس في المرحلة هذه حاليا إحنا مكان الراوت مش هيأثر، تمام. فهنعمل راوت اسمه admin slash categories بدون طبعا كلمة create. طبعا هذا structure بيختلف عن هذا الستراكشر طبيعي categories. كان حاليا استدعي طبعا نفس الكاتيجوريز كنترولر اللي احنا انشأناه، ولكن حيستدعي اكشن حنفترض اسمه اندكس. دائما الاندكس بنستخدمه، او الاندكس الاكشن اسمه اندكس بنستخدمه للصفحه الافتراضيه، زي ما زي قصه ملف الاندكس دوت بي اتش بي او اندكس دوت اتش تي ام ال. فاحنا حتى الصفحه الافتراضيه اللي بتعرض كل الكاتيجوريز بنطلق على الاكشن تبعها اندكس. الكلام بتعرف داخل الكنترولر تبعنا الاندكس اكشن هذا كترتيب، بنحط دائما الاندكس فوق، بس الترتيب مش مهم برضه هنا. فلو كان الاندكس ميثود عرفتوها تحت فوق في اي مكان مش مهم، ولكن كترتيب للكود انا بحط الاندكس دائما في بداية الكنترولر. وظيفة الاندكس فقط انها ترجعي ملف فيو بيحتوي على كل الكاتيجوريز اللي عندي. واحنا شفنا كيف انا بقرا كاتيجوريز من خلال اللي هو الموديل تبع الكاتيجوري. حكينا نستخدم ميثود اسمها all، فهي بترجع لي كل الكاتيجوريز اللي عندي. لو بدنا نعمل نفس الفكره ترتيب اوردر باي، فممكن استدعي get بنفس الاليه. خلينا نشوف الاول في المرحله هذه، وهنعمل return لملف فيو باستخدام الفيو فانكشن هذه، وهنحدد هنا اسم الملف. هنشتغل على نفس الاستراتيجية، انه انا الملف حيكون داخل مجلد الادمن، داخل مجلد الكاتيجوريز. هفترض انه الملف اسمه index. هذا الملف هو ملف الفيو تبعنا، بده يعرض الكاتيجوريز، يبقى بده امرر له مين؟ الكاتيجوريز اللي انا قرأتهم من مين؟ من الداتابيز. فهنروح السكند بارامتر، نفتح array، هنحكي انه حيتم تمرير variable اسمه categories على سبيل المثال، قيمته هي الكاتيجوريز اللي أنا قرأتها من هنا. طبعا لو طلبت هذا الراوت ايش هيعطيني؟ رسالة not found، هيعطيني رسالة انه الفيو هذا اللي أنا حددته not found، انا لسه ما انشات هذا الملف، وبالتالي هيعطيني رساله زي هيك. لما تطلع لك رساله زي هيك على طول اعرف انه ملف الفيو يا اما انا كاتب مساره غلط، او انا عندي خطا املائي، او انا فعليا مش منشئه. فبدكم تتاكدوا ساعتها من هذه النقطه. الان هاي الكاتيجوريز فولدر تبعنا جنب الكرييت، هنعمل ملف نيو فايل هنسميه اندكس دوت بي اس بي، برضه مش هستخدم البليد. هنكرر الستارتر كود تبع ال HTML، هنيجي هنا مثلا نعمل زي H2 بيحتوي على كلمة categories list. يفترض ال categories هعرضها داخل table في العادة، فأنا هعمل table. الآن من ميزة البرنامج لو أنتم كتبتوا t head tr th ضرب 5، شفتوا هذه الطريقة كيف خليته يطلع لي التاجز. نفس المرة كمان مرة تي بادي جواها تي ار جواها تي دي، عدد التي دي هكررها بمقدار 5 ضرب 5، بكتب له زي كده
تمام، فهيك كتب لي. الآن طبعا التي هيت هو الترويسة تبعت التيبل، فأنا في التي اتش هنا طبعا بدي أحط مثلا الاي دي، بدي أحط مثلا النيم، نحط شو كمان عندنا البيرنت اي دي، ممكن نحط ديسكريبشن مش هنضيف، ممكن نضيف هنا مثلا الكرييتد ات، حقل الكرييتد ات، وممكن كمان حقل الستاتس. الآن هذا البادي هو فعليا الداتا، وبالتالي التي ار هذا كل سطر في التيبل هذا عبارة عن الكود اللي على الشمال تبع التيبل رو، والتي دي هو الكولوم. تمام، فانا عندي روز حتتكرر، فبالتالي هذا البلوك هو حيكون داخل جمله الفور ايتش، فبالتالي هحصر التي ار داخل جمله فور ايتش. طبعا فور ايتش للكاتيجوريز اللي انا بعتها من الكنترولر، لانه حكينا الاول بترجع لي كوليكشن اوف مودلز، وبالتالي الكاتيجوري اللي هيمثل السنجل كاتيجوري اللي هيكون داخل الكوليكشن، بداية الـ for each ونهاية الـ tr هنحط نهاية الـ for each. هنا هنبدأ نطبع القيم، فبالتالي الـ category model بدي أصل لحقل الـ id، فبنحكي له الـ id property، نفس الكلام بنكرره، بس هنغير أسماء الـ properties. هنا هيكون اسم name، وهنا parent underscore id، هنا الـ created underscore at أسماء الحقول، وعندي حقل الـ status. بالشكل هذا أنا قرأت الـ categories وعرضتهم على شكل table. لو طلبنا الصفحة الآن هاي الـ table تبعنا. طبعاً عندنا يعني الشكل احنا اشتغلنا بدون اي ستايلينج، لو بدنا نطبق الستايل عشان نشوف كيف احنا ممكن نربط ملفات الفيوز تبعتنا بنظام الستايلينج، فاحنا زي ما حكينا هنستخدم البوتستراب لايبراري او فريم ورك. ممكن نعمل داونلود، بديش اشتغل على السي دي ان عشان اوضح كيف احنا نحط في لمات السي اس اس تبعتنا كيف نشتغل عليها، هذا افضل. فبنعمل داونلود للملفات الكومبايل الجاهزة، خزنوها وين ما بدكم، خلينا نخزنها في المرحلة هذه داخل البروجكت تبعنا نفسه. بعدك نروح نقول له open folder، هذا المجلد لو عملنا له extract هاي المجلد بيحتوي على مجلد CSS في ملفات CSS styling، في برضه جافا سكريبت لانه كمان مكتبه تحتوي على جافا سكريبت فموجود. طبعا النسخه اللي نزلتها هي نسخه 5 بوت ستراب 5، فيها اختلاف عن بوت ستراب 4 في بعض الامور، فاللي متعود على 4 هيحس بعض الاختلاف في 5 موجود. بس 5 صح انه من ضمن اهم ميزه وفرتها 5 انها صارت تعمل سبورت لل RTL، يعني عرض الموقع تبعي من اليمين للشمال، فهذه يمكن اهم ميزه ضافوا لنا اياها في بوت ستراب 5. عموما قلت انا هذول المجلدين بدي استخدمهم، فبالتالي وين افضل وين هحطهم في في البابليك. دائما ملفات السياسات الجوية هي تعتبر بابليك اسيتس، يعني لازم البراوزر يكون قادر يوصل لها، وبالتالي لازم تنحط في البابليك فولدر. فانا هاخذها ككوبي في المشروع تبعنا، اي مجلد البابليك نعمل اخلاص صفحه، اي ملفات سي اس اس جافا سكريبت هنضيفها دائما داخل البابليك، حتى الايمجز لو في عندي صور كمان بنضيفها في البابليك عشان اقدر البراوزر يكون قادر يصل لها. كل ما علي اني بروح على ملف زي الاندكس تبعنا هذا مثلا، وبدي استدعي الملفات هاي، فباجي احكي له مثلا لينك سي اس اس اختصار، بيجيب لي لينك ريالز. طبعا هذه اهم اتريبيوت هذا، تمام، بالاضافه للاتشريف، لانه هذا الاتشريف بيحتوي على المسار تبع ملف الستايل. احنا الستايلز عندنا عباره عن ايش؟ السي اس اس سلاش بوتستراب دوت مين دوت سي اس اس، هذا الملف الرئيسي اللي انا ممكن استخدمه. طبعا هنا المسار احنا هنكتب المسار مش بناء على وين انا وين موجود، بناء على مجلد البابليك. انا حاليا الملف وين موجود في الفيوز،
مش هروح اقول له اطلع من الفيوز بعدين ادخل على مجله البابليك، لا نكتب المسارات دايما من وجهه نظر مجلد البابليك، يعني بتخيل نفسي موجود في مجلد البابليك وبكتب المسار بناء عليه. هذه نقطه مهمه، لان هذه حتصير فينا نفس المشكله اللي صارت لما كتبنا الاكشن تبع الفور. خلينا نضيفها زي هيك حقت وش الحل تبعها. بس مبدئيا هنستخدم بعض الكلاسز تبعت البوت ستراب، مثلا بتعمل ديف ماخذه كلاس اسمه كونتينر عشان يعمل لي حدود للصفحه، تمام؟ فبدي اخلي المحتوى تبعي كله محصور داخل هذه الديف. بعد هيك مثلا التيبل بعطي له كلاس اسمه تيبل، فبيعطي له تنسيق خاص بالتيبل. هذه كلها كلاسز موجوده في البوت ستراب. ممكن تعمل فورمات دوكيومنت فبيرتب لكم الكود، لأن لو طلبت صفحة الاندكس مرة تانية ما تنسقتش. أنا ليش ما تنسقت؟ افتح لكم الهيلب الديبجر، ها وفي هي في الكروم بتبين أكتر، هنا ما بعرف هنا بيعطيناش خطأ عليها في الكونسول تبع الكروم بتبين، بس في الفايرفوكس ما بيبينها. هاي هنا بين، لما جيت عملت ريفرش للصفحة أنا فاتح النتورك، انتبهوا تمام، شوفوا شو الرسالة طلعت، هاي الصفحة أنا طلبتها. بعدين حاول يجيب ملف مين؟ بوت ستراب دوكيومنت، إيش أعطاني رسالة عليه؟ 404 نوت فاوند. طبعا ليش ما شافوش؟ لو انا شفت المسار تبعه وطلعوا، مش عارف اذا مبين عندكم على الشاشه ولا لا، ادمن سلاش كاتيجوريز سلاش سي اس اس سلاش بوت ستراب، يعني هو راح لمسار خطا. هذا نفس الفكره، هو تخيل حاله وين موجودين في مجلد اسمه البراوزر بالنسبه له هذا المسار، كانه احنا موجودين في مجلد اسمه كاتيجوريز، فاعتبر انه السي اس اس جزء من الكاتيجوريز فولدر، وهذا غلط. فالحل طبعا ان انا نحط دائما مين؟ ابدا من الروت، ابدا من الروت تبع البابليك، تمام؟ فهذا السلاش يعني بتفرق كثير كيف البراوزر حيفهم المسار تبعه. في حل ثاني عندنا حنحكي عنه باستخدام الاسيت فانكشن، بس خلينا نشوف الاول الشكل. هاي اخذت الستايلينج، تمام؟ مثلا بعض الستايلينج ممكن اعملها، ممكن اجي على مستوى ال H2 هذه مثلا اعطيها كلاس زي مارجن بوتوم بمقدار معين، وممكن احكي له مارجن توب كمان بمقدار زي كده، فبيعطيني هوامش من فوق ومن تحت، لكن اعطاني هذا الشكل عموما. نفس الشيء لو بدنا نروح لملف الكرييت اللي عملناه ونطبق عليه الستايل، فبنضطر نعيد نفس الخطوات هنا، وبدي احط هنا برضه ديف ماخذ كلاس اسمه كونتينر، وهي نهاية الكونتينر هنا، معلش هيك فورمات دوكيومنت. طلعت تحت ولا راحت؟ لا يبقى هذه غلط مكانها، عشان هيك اصلا تحط التنسيق خرب هيك، صح؟ وهذه بتجي كده. في عندنا شيء غلط، وليش هيك؟ طب مرة ثانية، تمام. طيب نفس الشيء لو بدنا نعطي هذه كلاس عشان تعمل هامش من فوق ومن تحت، ممكن احكي له مارجن واي، يعني مارجن من فوق ومن تحت في نفس الوقت بمقدار معين. الان في الفور مثلا كل ديف انا حطيت فيها انبوت بعطيها كلاس اسمه ايش؟ مين جرى اعرفكم؟ فورم جروب، وكل انبوت بعطي له كلاس ايش اسمه؟ فورم كنترول. هذه غلط، هذه مكتوبة فروم هيك فور. على كل حقل كل ديف رئيسية نعطيها هذا الكلاس، وكل انبوت سواء كان سيلكت او تكست اريا بعطي له كلاس اسمه فورم كنترول عشان ياخد ستايل معين، حتى الفايل
الراديو له كلاسس خاصة فيه، الزر عشان يعطيه تنسيق له كلاس اسمه بوتون، مع بوتون مثلا داش برايمري او ساكسس. الساكسس حاطط لون اخضر، برايمري لون ازرق. فلو رحنا على الراوت تبع الكرييت اخذ التنسيق هذا، يعني صار شكل الصفحه الطف. تمام. طبعا في هنا ممكن حتى التنسيق تبع الراديو بوتونز ممكن يتظبط اكثر من هيك. طبعا هو كمان لو بدي اعمل مسافات بين كل حقل والتاني، فاحنا ممكن نيجي نعمل مارجن بوتوم بمقدار مثلا 3 على مستوى كل ديف. بالاول كانوا ديفوها هم في بوت ستراب 4 جاهزة، لكن في بوت ستراب 5 احنا لازم نضيفها يدويا الهامش هذا. مثلا هذه الفلاش مسج لو بدي اعرضها ممكن اعطيها كلاس اسمه اليرت مع اليرت سكسس، فبيعطيني شكل زي بوكس هيك اخضر في رساله بشكل لطيف. ممكن هذه مثلا نسميها اليرت انفو، هتاخد لون ازرق مثلا. لو عملنا ريفريش بالشكل ده، فهيك احنا فعليا نقدر نربط ملفات الستايلينج تبعتنا. انا بخزنها في البابليك فولدر تمام، وبعدك بستدعيها في ملفات الفيوز تبعتنا حسب المسار تبعها بناء على وجهة نظرنا من مجلد البابليك، يعني هيكون ريلاتيف لمجلد البابليك. هي ماشي بوت ستراب بتيجي لا، في الاوثنتيكيشن تبع الارابيل بتيجي جاهزة بطريقة ما. انت بتعمل تمام، في كوماند هتنفذه، بس حاليا لارافيل انتقلت من بوت ستراب لمكتبه جديده اسمها تيل ويند. يعني لارافيل 8 صارت بطلت عامله سبورت للبوت ستراب، صايره عامله سبورت لمكتبه شبيهه بالبوت ستراب اسمها تيل ويند، عشان لو مر عليكم الاسم ما تستغربوش عنه. تيل ويند هذا عباره عن بوت ستراب، عباره عن فريم ورك جديده للسي اس اس. طبعا لها الستايلنج الخاص فيها والكلاسز الخاصه فيها، فانت بدك تتعلم كيف تكتب الكلاسز او اسماء الكلاسز اللي في ليش هذه المكتبه. لارافيل 8 حاليا عامله سبورت لملفات الفيوز اللي بتيجي اوتوماتيك او اوتو جنريت من خلال اللارافيل، مبنيه كلها على التيل ويند لايبراري مش على البوت ستراب. طبعا لانها لايبراري نوعا ما جديده، يعني جديده على مستوى نحكي في على السوق، فلسه مش هتلاقوا لها مثلا داشبوردز مبنيه على التيل ويند. اغلب الداشبوردز اللي احنا ممكن ننزلها جاهزه مبنيه على البوت ستراب، فانت في الحاله بدك تضطر انه انت تعمل كاستمايز لاي كود لارافيل بتعمله بشكل جاهز، انك تحوله من تيل ويند لبوت ستراب. يا بدك تشتغل على اصدار بوت لارافيل مثلا 7، وانا مش ريكومندد عشان خاطر مكتبه فرونت اند اروح اشتغل على اصدار قديم، لا انت عمل حاول كاستمايز في الحالة هذه. نفس فكرة تقريبا البوت ستراب هذا التيل ويند، لكن فعليا هم مش معطيني اشي جاهز، هم معطيني اسماء كلاسز. فانا مثلا عشان اعمل شكل الاليرت هذا اللي احنا شفناه هنا تمام، في البوت ستراب حكيت استخدمت كلاس اسمه اليرت. الان في التيل ويند ما في عندنا كلاس اسمه اليرت، هم عاملين لي كلاس اسمه باك جراوند ازرق، فبروح اضيف الباك جراوند، وعاملين لي كلاس للبوردر فبروح اضيف كلاس البوردر، وعاملين لي كلاس للراوندنج فبروح اضيف لي كلاس. فانا فعليا قاعد ابني الستايلنج باضافه الكلاسز. فكره التيل ويند انه هو بيحكي لك بدل ما انت تكتب السي اس اس اكتب الكلاسز نفسها. طبعا كل كلاس بيعمل بروبرتي من البروبرتيز تبعت السي اس اس. وبعدك في تولز معينه ممكن تعمل جنريشن بطريقه معينه، حتى طريقه كتابتهم للكلاس حتقرا شويه اذا معنيين، يعني ممكن تقرا الدوكيومنتيشن تبعها وتتعلموها. يعني حتى لاحظوا كيف كتابه الكلاسز مثلا بيستخدموا النقطتين هذه في اسم الكلاس اي لها معنى خاص، يعني في بعض الامور. فحاليا لارافيل انتقلت من بوت ستراب الى تيل ويند في اغلب ملفات الفيوز اللي بيتم انشاء. مش بالضرورة أجد أنا ما بحكي لا، يعني ممكن نضل على البوت ستراب وبنعمل كاستمايز، وأكيد أنا ممكن أضل شغال على الماك وعلى البوت ستراب حتى في الأرافيل 8 عشان تشوف إنه إحنا ممكن نضل على البوت ستراب. لكن اللي حابب ينتقل إنه ما يعملش كاستمايز ويشتغل على مثلا الفيوز اللي بتيجي جاهزة مع الأرافيل، فممكن ساعتها بده يتعلم تيل ويند عشان يكون عارف كيف يعمل كاستمايز للصفحات اللي مبنية باستخدام التيل ويند.
طيب في وقت مش مشكلة. طيب احنا هيك شفنا كيف نعمل عملية قراءة. لو نيجي نعمل بعض الكاستمايز، خلينا هيك لو بدنا نعمل فورم للبحث داخل الاندكس، مثلا بدي اجي هنا بدي اعمل في الصفحة الرئيسية زي فلاتر فوق، مثلا فلتر الكاتيجوريز حسب ابحث عنها، حسب الاسم مثلا، حسب الستيتس تبعها. كيف البوتستراب جاهزة؟ ممكن لو تشتغل على الداتا تيبلز فيش اشي، لا ما لهاش اشي جاهز، او فاحنا بدنا نبنيها بنفسنا تمام، او لو في اشي جاهز احنا نتعلم كيف احنا نبني هذا الاشي، عشان لو بدنا نعمل اشي غير الجاهز، الجاهز بيعطيني اشي انا بدي اياه، نكون احنا قادرين نعمل الاشي اللي بدنا اياه بنفسنا. لان انا بدي اعمل زي فورم وظيفته انه يفلتر لي الداتا هذه اللي انا بشوفها لهدفين، كيف انا استقبل داتا بطريقه الجيت، والهدف الثاني كيف انا اعمل فلتر على البيانات اللي بتنعرض، بدل ما اعرض كل كاتيجوري بصير اعرض كاتيجوريز حسب ايش اليوزر طالب يعرض. فحنيجي هنا نجهز ملف الفيو في الاول، هنعمل فورم. الفورم هذا عشان انا ما بدي اعدي بيانات، بدي اقرا بيانات، فحستخدم جيت تمام. هنستدعي نفس الراوت تبع الاندكس، مش هنعمل راوت جديد للبحث، فانا هذا اللي بفضله دائما في البحث، طالما انا بدي اعرض نفس الريزلت بس مفلتره، يبقى انا هستخدم نفس الراوت، مش هروح اعمل راوت جديد لوظيفه فقط البحث داخل التابل هذا. عشان هيك هستدعي نفس الراوت اللي احنا عملناه ادمن سلاش كاتيجوريز، وهذا الراوت وين بوديني؟ على الاندكس مظبوط. نيجي نضيف حقل، مبدئيا حقل واحد نعمله input type text، ونعطيه طبعا class form control، ممكن اعتقد لا نعطي class لهذا الform نسميه form dash inline، او اعتقد بطلوها في خمسة صاروا بحكونا استخدموا حاجة اسمها dflex display flex. ممكن نعمل هنا زي بليس هولدر، نكتب جوا كلمة نيم أو سيرش باي نيم مثلا، سيرش باي نيم، نضيف مثلا سيلكت انبوت، هيكون برضو اسمه مثلا بيرنت اي دي، الهدف انه مثلا بدي اجيب كاتيجوريز حسب البيرنت تبعهم. اوكي وهنا هنعرض ليست اوف بيرنتس، فبعدين ممكن نعمل شغله زي اللي عملناها في ملف الكرييت، ممكن اخذ نفس السيلكت اللي في الكرييت هذه، نضيفها زي كده واخر شيء نضيف زر مبدئيا يعني بوتون. طبعا التايب طبعا لازم يكون سبميت، لانه باي ديفولت التايب يكون بوتون عادي، ونعطي له ستايلينج كلاس بوتون مع بوتون مثلا سكندري. هنكتب هنا مثلا كلمة فلتر او سيرش او فايند او اي كلمة بدكم اياها. طبعا كنت حيعطيني ايرور، ايش حل الخطأ اللي حيظهر عندي في الصفحة لما اطلبها؟ البيرنتس undefined، هذا الفاريبل undefined، فلما اطلب الصفحة هيحكي لي undefined variable parents. فطبعا معناته بدي نفس الفكرة زي ما انا جبته هنا، ممكن اجيبه هان وامرره لملف الفيوز. طبعا ممكن كمان انا بدي احكي هنا بدل كلمة no parent هنحكي all، هنا all categories بشكل عام. مش السلكت بتاخد اللون هذا اوتوماتيك. طيب الآن بدي تصير لما أجي أكتب، خلينا بس نعمل شغلة بسيطة كمان،
margin bottom بمقدار 4. نيجي نعمل كمان هنا على مستوى هذا الحقل margin right هو margin end بمقدار 2. هنا برضو على مستوى select margin end يعني باتجاه اليمين بمقدار 2 بس عشان يعطيني المسافات هذه. لأن لما بدي اجي اكتب مثلا كلمة زي canon واضغط انتر بيجيب لي فقط في الجدول تحت بس الكانون او اي كاتيجوري بيحتوي على كلمة كانون. راح نشوف ان هذه الطريقة كيف انه انا بصير احط ايش فلاتر او وير على مستوى الكويري اللي احنا بنيناها. احنا كنا نستخدم الكاتيجوريز هو هذه فعليا اللي احنا بنستخدمها عشان تعرض الكاتيجوريز. الان هان هنبدا نشتغل وهنستخدم مين؟ متذكرين الوين؟ الوين حكينا ايش وظيفتها؟ انه إذا أنا بعثت له فاريبل هذا الفاريبل فيه قيمة بقدر أحط عليه الشرط. فالوين الآن أنا محتاج أقرأ القيمة اللي انبعثت لي وين في الرابط فوق شايفين هيها. أنا لو جينا بشكل أنا في شغلة لحظة أنا مش معطي الحقل هذا اسم لازم نعطي له اسم. الاسم تبع الحقل اسمه نيم. مرة ثانية رحت أنا كتبت كلمة كانون هي فوق لاحظوا في اليو ار ال ايش كتب لي؟ نيم يساوي كانون اند بيرنت يساوي فاضي يعني انا مش باعت قيمه للبير بس انا باعت في اليو ار ال بارامتر اسمه نيم قيمته كانون. اكيد انا بدي اقرا هذه القيمه. الان بدي اقراها من الريكوست فانا محتاج الاوبجكت تبع الريكوست. في عندي طريقتين اما انه انا بحكي للارابل مرر لي في الاندكس الريكوست اوبجكت وبالتالي طلبته بشكل صريح على مستوى البارامتر تبع الفانكشن تاعت الاندكس وهذا ممكن يصير. وهيك انا صار عندي ريكوست اوبجكت وبالتالي ممكن احكي له ايش ريكوست اوف نيم. طبعا اذا كان في قيمه في الريكوست نيم راح يروح يستدعي مين الكلوجر فانكشن اللي عباره اللي بتحتوي على الكويري زائد الفاليو اللي تم تمريرها للوين. وهنا حكينا بامكاننا نستدعي على مستوى الكويري اوبجكت نحط شرط مثلا زي قصة انه النيم لايك ممكن نستخدم برسنتج كلمة فاليو كمان مرة برسنتج. هناك بنضيف ايش وير على جملة الاستعلام بس هذه الوير مش هتطبق دائما. هذه الوير هتطبق في حال انه كان واصلني في الريكوست قيمة في النيم هيتم تمريرها للفاليو وبالتالي القيمة اللي في الريكوست نيم هي نفسها الفاليو هذه وانا اضفتها على مستوى جملة اللايك. طبعا حطيت برسنتج على الطرفين معناته كلمة كانون بغض النظر وين مكانها في النيم. لو بدي اخليه يبحث في النيم وفي الديسكربشن على سبيل المثال ايش ممكن اقول له كمان؟ اور وير مثلا الديسكربشن برضه مثلا نفس الشرط هذا هيك بس على مستوى حق المين؟ فهيك انا ببحث في مكانين انا ببحث على نفس الكلمه في مكانين في النيم وفي الديسكربشن. وهذا مثلا زي هيك مثلا لو انا بعمل بحث في الموقع فانا عندي مثلا عندي نيوز عندي اخبار في عندي التايتل في عندي المحتوى تبع الخبر ممكن الكلمه مش مذكوره في التايتل بس مذكوره في البادي تبع الخبر فانا بدي ابحث في المكانين. فبنستخدم طبعا او لانه يكون هنا او هنا. ممكن يكون مربوط لي كمان مين؟ البيرنت اي دي عشان عندي حقل ثاني اسمه بيرنت فبرضه ممكن يكون موصلني قيمه في البيرنت اي دي فبدي اجيب فقط الكاتيجوريز اللي تابعين لهذا البيرنت. فنفس الفكره حط هنا كمان مره وين حكرر المره كمان مره وين واحكي له اذا كان وصلني في الريكوست بيرنت اي دي هتستدعي طبعا الكلوجر فانكشن اللي حيكون في قلبها الكويري اوبجكت مع الفاليو. طبعا في الفاليو في الحاله هذه حتكون هي عباره عن البيرنت اي دي وهنا بنحط شرط الكويري وير حقل البيرنت اي دي في الداتابيز او في الجدول حيساوي هنا مش لايك انا بقارن قيمه بالضبط مع قيمه الفاليو نفسه. هيك انا عملت كونديشنال وير يعني انا ما بطبقش الوير هذه الا اذا كان عندي بيانات واصله متعلقه فيها. اخر حاجه اذا اجيب البيانات فاش بنحكي له جيت مش هنستخدم اول الاول فقط مع اسم الموديل نفسه او مع الكلاس تبعت الموديل.
انا اوريدي بعد كانون، لاحظوا هاي كانون 4 وجاب لي فقط من كلمه كانون. طبعا لو عملنا فلتر بدون اي بيانات فانا فعليا ما بعتش حاجه في النيم، النيم مبعوثه بس فاضيه، ففعليا الوين ما اشتغلت هنا، انا تعتبر زي امتي او فولس. عندي مثلا كاتيجوري رقم 9 اللي هو الكلوثز، في كم في اربع كاتيجوريز، فلو انا اخترت الكلوثز هنا وقلنا له فلتر جاب لي بس اللي تابعين له. لو بحثنا على ايش في مثلا حرف السي لحال هيجيب لي كل الكاتيجوريز اللي فيها حرف السي، وهيك انا بكون عامل زي سيرش بسيط سواء على مستوى الداشبورد او حتى في المواقع الخارجي. لو انا بدي اعمل سيرش على صفحه سيرش هاي فكرتها. الفكره هنا احنا استخدمنا تقنيه اللي هي الوين، لانه بدون الوين ايش كنت هعمل انا؟ ايش كنت هضطر اعمل؟ لو انا ما استخدمتش الوين كان يعني الكود نفسه هنكتبه بالشكل هذا. هنيجي نعمل مثلا زي كويري فاريبل عباره عن الكاتيجوري، ممكن احكي له كاتيجوري كويري، هذا ايش بترجع لي؟ بترجع لي الكويري اوبجكت لهذا الموديل. الكويري ميثود هاي بترجع لي الكويري اوبجكت اللي انا قاعد اشتغل عليه فعليا هذا. اكيد انا بس بصيرش احكي له اف عندي وصلني في الريكوست نيم، فاذا في الريكوست نيم يعني في عندي قيمه في الريكوست نيم، ايش بدنا نعمل؟ نروح نحكي له الكويري ونضيف الشرط هذا. بس هنستبدل الفاليو بمين؟ بالريكوست نيم نفسه، يعني هنا حيكون عندي ريكوست نيم وهنا حيكون عندي ريكوست نيم. مرات بحب افضل احط انا الاقواس هذه اللي بتفصل انه هذا هو عباره عن ايش؟ الفاريبل تبعنا. حكينا عنها صح؟ نفس الشيء هحط اف ستيتمنت ثانية اف ريكوست للبيرنت اي دي، فنفس الفكرة ساعتها هروح اطبق الكويري هذه على مستوى البيرنت اي دي، بس برضه بدل الفاليو هنستبدلها بالقيمة الفعلية تاعت البيرنت اي دي. بس اخلص ايش بحكي له؟ الكاتيجوريز تساوي الكويري اوبجكت هذا جيت. عشان تتخيلوا فعليا هذه كيف اشتغلت، هذه هيك فعليا اتفصلت بالشكل هذا. هنا طبعا اضطرينا نعمل اوبجكت للكويري ونشتغل عليه individually ونستخدم جمل الاف. هنا في الوين تمام اشتغلنا في one statement طبقت نفس الكلام اللي تحت، التنتين حتعطوني نفس الريزلت. يعني لو انا وقفت هذه الاقي اللي تحت حتعطيني نفس النتيجه اللي احنا شفناها قبل شويه. فلو بحثنا عن حرف الـ OR مش غير كذول الكاتيجوريز، كلمة كات كام كاميرا، لو اخترنا لو دمجنا مثلا قلت له هات لي كلوثز وبيحتوي على حرف السي، نفترض انه هنا صارت OR العملية. ليش صارت OR؟ انا كاتبين هذه ايش؟ هذه مع هذه او، بس يفترض مع هذه تكون ايش؟ اند صح؟ فهنا هذول لازم نحطهم بين قوسين. عشان نحطهم بين قوسين ايش بنعمل؟ نيجي نعمل ثواني نيجي نعمل وير، وهذه الوير حتكون عباره عن ايش؟ كلوجر فانكشن عشان تعمل لي القوسين. وهنا طبعا ببعث لي نفس الاوبجكت تبع الكويري، وجوا بروح ايش احكي له؟ زي كده. هي نفس الناتج، بس الفرق انه هذه الان انه هذول الجملتين مع بعض صاروا عباره عن ايش؟ اور بين قوسين محصورين. النقطة المهمة الان كيف بدي استخدم الريكوست نيم؟ هذه عبارة عن كلوجر مين فانكشن. الريكوست فاريبل هذا عبارة عن ايش؟ جلوبال فاريبل ولا لوكال فاريبل؟ لوكال لأنه معرف هنا. طيب يبقى انا ما بينفع جوا الفانكشن اقول له ايش جلوبال ريكوست، لانه هذا مش جلوبال فاريبل، هذا عباره عن لوكال. هنا حنستخدم اليوز على مستوى الكلوجر فانكشن، بقدر استخدم يوز عشان امرر اي فاريبل بدي اياه داخل الفانكشن. واللي احنا حكينا عنها وهي مثال واضح لاستخدامها كمان، انا الوقت احتجت اني اتعامل مع الريكوست فاريبل، كيف بدي اتعامل معه؟
فلازم امرره للكلوجر فانكشن. طبعا هذه الكلوجر فانكشن انا ما بقدر امرره كبارامتر لانه مش انا اللي بستدعيها عشان امرر الريكوست. اللارافيل هي اللي بتستدعيها، هي مش عامله في عين الاعتبار انها تمرر فاريبل من نوع ريكوست على سبيل المثال. ففي الحاله هذه انا بمرره باستخدام اليوز كيورد بالشكل هذا. نفس الكلام، لا هنا بلزمش اعمل كلوجر لانها جمله واحده، فصار هذول التنتين مع بعض اور اند مع هذا الفانكشن. فعليا هذه كمان لازم احطها، فعليا هذه هي نفسها اللي حتكون هنا لو بدنا نصححها. طبعا هنا حنستخدم يوز لمين؟ للفاليو. انا بدي ابعت مين؟ الفاليو ها، وهان الفاليو بالشكل التنتين نفس الطن. مرة تانية نحكي، أنا بدي أبحث في الكاتيجوري الكلوزز عن أي إشي بدي أحط في السي فلتر، يعني الكلوزز كلها فيش فيها حرف السي بالمرة شكله بالضبط، فيش عندي ولا كاتيجوري بدي في حرف السي. حرف الأس موجود هنا وهنا، لو حطينا أس مع كلوزز هيجيب لي فقط تو كاتيجوريز هاي هون فيهم حرف الأس. لكن طبعا دمجنا ما بين قيمتين في البحث مش قيمة واحدة. نفس الكلام هذا لو رجعنا فعلنا فكرة ال when بدل ال if statement هيعطيني نفس ال result. فأنا ممكن أوقف الكود اللي هنا بالشكل هذا، لأنه هذا ال when فعليا زي كأني حكيت له if إنه في عندي request name، فأروح استدعي أو طبق الكود اللي هنا فيعطيني نفس ال result. فلو قلنا له as مع برضه clauses filter نفس النتيجة. طبعا هنتكلم في ايام جايه على موضوع كيف احافظ على القيمه اللي اليوزر مدخلها، يعني اكيد هو لما كتبنا كلمه المفترض لما يرجع يضلها موجوده، هنحكي عنها موضوع زي الستايلينج اللي احنا عملناه. انا مثلا هذا ممكن نعتبره زي القالب، وبالتالي كل ملف انا بنشئه بدي اقعد اكرر نفس القالب. غيرت في شكل القالب، هروح الف على كل الملفات واغير القالب. هذا حنتكلم على حلول كثيره للشغلات اللي احنا عملناها اليوم، بس اللقاء الجاي، بس غالبا انا لانه اللقاء الجاي حيكون اونلاين ساعتين.